مسجد الحمدية الشاذلية جنب نادي الزمالك إن شاء الله. طيب تعالوا نبدأ أخبارنا النهاردة، وهبدأ أخباري من نادي الزمالك. في أخبار كتير في نادي الزمالك، وأول حاجة طبعا القضية اللي تم يعني طرحها الفترة اللي فاتت، واللاعب المزور، اللاعب اللي بيلعب في نادي فيتا كلاب. أنا عرفنا القصة بالظبط بالنسبة للاعب. اللاعب ده من رواندا، اسمه تاجي إيتي كياما، والولد ده لعب ماتشات مع فيتا كلاب ضد الهلال السوداني، ما لعبش ضد الزمالك، ما لعبش الماتشين بتوع نادي الزمالك ولا هنا ولا هناك في الكونغو، وهو اساسا كان بيلعب مع منتخب رواندا، ولعب بباسبور مزور مع منتخب رواندا مش مع فيتا كلاب، يعني لعب بباسبور تاني مع فيتا كلاب، لكن الباسبور المزور بتاعه مع منتخب رواندا. فاحنا سالنا واتقصنا وعرفنا ان لو حتى في عقوبه من الاتحاد الافريقي هتبقى عقوبه دوليه على اللاعب، يعني عقوبه دوليه على اللاعب مع منتخب رواندا. فيتا كلاب مش طرف في الموضوع، فيتا كلاب لو الولد ثبت فعلا ان هو مزور ومش عارف ايه وعنده مشكله، فالعقوبه مش هتبقى من خلال بطوله افريقيا. ده الكلام اللي وصل لنا، وهنحاول برضو نجيب حد من الاتحاد الافريقي، مثلا كابتن شطه، حد من المسؤولين نتاكد منه بالظبط، ولكن العقوبه هتبقى دوليه على منتخب رواندا وعلى الولد نفسه، لكن فيتا كلاب غير مسؤول عن التزوير بتاع اللاعب، او هو مش طرف في المشكلة. نتمنى ان يكون فيتا كلاب عنده مشكلة او يبقى في عقوبة على فيتا كلاب يستفاد بها نادي الزمالك، يستفاد بها نادي الهلال السوداني، خصوصا ان نادي فيتا كلاب واخد 6 نقاط من الزمالك، يعني كسبان الزمالك رايح جاي، كسبانه في الكونغو 2-1 مع الكابتن احمد حسام ميدو المدير الفني السابق، وكسبانه في اسكندرية في اول مباراة مع الكابتن حسام حسن 1-0. فيتا كلاب واخد 4 نقط من الهلال، يعني هو واخد 6 من الزمالك واخد 4 من الهلال السوداني، تعادل مع الهلال السوداني 1-1 في السودان، وفيتا كلاب كسب الهلال السوداني في الكونغو 2-1 وفي اخر دقيقه بضربه جزاء، لكن هو واخد 4 نقاط من الهلال واخد 6 نقاط من نادي الزمالك. الولد ده يعني الشكوى بتاعته او الناس اللي اشتكته مش من دلوقتي، لا ده كان هو لعب ضد منتخب ليبيا، ومنتخب ليبيا اكتشفت الخطا ده واشتكت اللاعب للاتحاد الافريقي. لعب قدام منتخب الكونغو، الكلام ده كله مع منتخب رواندا، هو لاعب في منتخب رواندا، لعب ضد ليبيا وليبيا اشتكته للاتحاد الافريقي، لعب ضد منتخب الكونغو وبرضه المنتخب الكونغولي اشتكى اللاعب الرواندي ده ايتي كياما. فلغايه دلوقتي اللي وصلنا ان لو في عقوبه على الولد او الاتحاد الافريقي قرر عقوبه، هتبقى عقوبه شخصيه على الولد، هيتوقف، وبالتالي برضه هيبقى عقوبه على منتخب رواندا مش على فيتا كلاب، ولكن زي ما قلت لكم نتمنى ان الزمالك يستفاد من الخطا ده. كابتن ابراهيم حسن مدير الكره في نادي الزمالك بيقول مش هنفرط في حق الزمالك، وشكوى الهلال هتدعم نادي الزمالك، ان الهلال كمان مشتكي. في برضه موضوع كده على مؤمن زكريا، يعني جه قال لك ان مؤمن زكريا لاعب نادي امبي والمعار الى نادي الزمالك لمده سنه ونص او موسم ونص، خلاص يبقى من حق، يبقى فري، او بعد ما اعارته تخلص مع نادي الزمالك مش من حق نادي امبي، ان هو نادي امبي ما ايدش مؤمن زكريا في القايمه الاولى. الكلام ده صح، بس ده في حاله واحده، ان في حاجه اسمها قايمه خارجيه. قايمه خارجيه دي تبقى غير القايمه بتاعه نادي امبي، تبقى اسمها قايمه ملحق للقايمه الرئيسيه. يعني ايه ملحق؟ يعني اللعيبه اللي هي بتبقى على قوه نادي امبي ولكن معاره لنادي اخر، بيبقى في كل نادي ليه 3 لعيبه، القايمه دي بيتحط فيها ال3 لعيب. يعني مؤمن زكريا ما تحطش قايمه اولى، بس اكيد نادي امبي حطه في القايمه الاحتياطيه اللي هي القايمه بتاعه ال3 لعيب اللي هو معار الى نادي الزمالك. لو نادي امبي بقى مش حطه كمان في القايمه الاحتياطيه او القايمه اللي هي الملحقه بالقايمه الاولى، يبقى كده فعلا مؤمن زكريا فري بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك او انتهاء اعارته مع نادي الزمالك. فاهمين الكلام اللي انا بقوله؟ الكلام اللي انا بقوله، في حاجة اسمها قايمة بتاعت الفريق اللي هي 25 الاسم، وفي حاجة اسمها قايمة بديلة أو قايمة الملحقة. القايمة التانية دي فيها 3 لعيبة، كل نادي ليه الحق إن هو يأيد في القايمة الاحتياطية دي أو القايمة البديلة دي 3 لاعبين. ال3 لعيبة دول بيبقوا مثلا من نادي إمبي ومعارين لأندية أخرى زي مؤمن زكريا. لو نادي إمبي ما حطش مؤمن زكريا في القايمة البديلة دي اللي هي القايمة اللي فيها 3 لعيبة، يبقى فعلا كده مؤمن، وما تحطش في القايمه الاولى، يبقى فعلا كده مؤمن زكريا مش من حق نادي امبي. فهنحاول نعرف من المسؤولين في نادي امبي هل فعلا عندهم خطا اداري وما حطوش مؤمن في قايمه الاعارات او القايمه البديله اللي فيها ال3 لعيبه دي. لو ده حصل فعلا يبقى مؤمن زكريا فري. مصطفى نوير
زميلي في الاعداد بيقول لي ها موجود يعني. طيب ما ينفعش كابتن عبد الناصر يخش معانا على التليفون؟ طيب حاول تجيبه لنا على التليفون كابتن عبد الناصر محمد مدير الاداري النادي انبي، وهو قال لمصطفى نوير دلوقتي في التليفون في 13 لعيب من نادي انبي محطوطين في القايمه الاولى، وفي اربع لعيبه ان هم يعني معارين لانديه اخرى، في ناس معاره خارج مصر اللي هم اللعيبه بتاعت نادي انبي اللي هو احمد رفعت اللي هو صالح جمعه وعبد الله جمعه ومش عارف ايه، وبالاضافه الى مؤمن زكريا. يعني كابتن عبد الناصر محمد بيقول مؤمن زكريا متأيد في القايمه البديله او القايمه الملحقه بالقايمه الرئيسيه او بالقايمه الاولى، يعني مؤمن زكريا على قوه نادي انبي، والكلام اللي اتكتب على المواقع او اللي اتكتب في بعض المواقع الرياضيه غير صحيح، ان في حته كده هم نسيوها، هم فاكرين ان مؤمن زكريا ما تأيدش في القايمه الاولى يبقى خلاص يبقى كده نادي انبي مالوش حق في مؤمن زكريا، ولكن مؤمن زكريا متأيد في القايمه الاحتياطيه او القايمه البديله اللي هي القايمه بتاعه اللعيبه المعارين الى انديه اخرى، وبالتالي حسب ما اكد دلوقتي كابتن عبد الناصر محمد مع مصطفى نوير زميلي في الاعداد ان مؤمن زكريا لسه على قوه نادي انبي. مؤمن زكريا ما يخلص اعارته مع نادي الزمالك هيرجع نادي انبي تاني، ونادي انبي هيبدا بقى بعد كده في شهر يناير يرجعه للقايمه الرئيسيه. ده كلام مؤكد من خلال الكابتن عبد الناصر محمد. طيب نروح لمحمد السنوسي وكيل اللاعبين، وهو اللي كان اكتشف قصه اللاعب الرواندي ده اللي هو ايتي كياما، ده اللاعب بتاع فيتا كلوب. يا استاذ محمد ازاي حضرتك؟ السلام عليكم كابتن كريم. عليكم السلام، اخبار حضرتك ايه؟ تمام والله الحمد لله. اخبارك ايه يا كابتن؟ عامل شغل جامد انت مع محمد الزيات، ولسه مودين لعيب لنادي الاتحاد السكندري. يا محمد ده لاعب منتخب غانا. يا كابتن، يا كابتن ده طبعا كان لعيب في الاتحاد الليبي، وبسبب توقف النشاط عملنا له اعاره للاتحاد السكندري ان شاء الله. تمام، عايزين نعرف قصه ايتي كياما وايه اللي حصل بالظبط، وانا برضو جبت معلومه من شويه ان لو في عقوبه على اللاعب ده هتبقى عقوبه دوليه مع المنتخب مش مع نادي فيتا كلوب. لا، هو للمنتخب ما فيش عقوبه، 90% ما فيش عقوبه على المنتخب، لان التزوير بدا عند في الكونغو، وبعد اللعيب كده كده مقيد في رواندا من زمان بنفس السن القديم اللي هو 86 باسم دادي اوبيري، يعني كده كده اوريدي التزوير بدا في الكونغو عند فيتا يعني. امال ليه؟ طيب منتخب ليبيا ليه منتخب ليبيا ومنتخب الكونغو اشتكوا اللاعب ومنتخب رواندا؟ لا، هي القصه بدات ان يوم 31 مايو 5 كان في لقاء بين ليبيا رواندا في رواندا، واللعيب ده احرق 3-0، الماتش انتهى الحساب برواندا على ليبيا 3-0. انا من خلال اتصال احد مدراء الكره في احد الانديه الكبيره قال لي اعمل لي بحث عن اللاعب انا عايزه كده، فانا تميت ابحث عن سوكر ويب بعض المواقع اللي هي مهتمه بالركوب بتاع اللاعبين، يعني اكتشفت انه اللعيب باسمين وبعمرين مختلفين. ايوه، اتصلت باللعيب، ومن خلال اتصالي فشكيت في الامر، يعني شكيت في الامر، اتصلت باحد اللاعبين الرواندين في بلجيكا، هو كان محترف في بلجيكا، تحصلت على معلومات انه هو اللعيب ده مزور، وبعت لي القوائم القايمه الافريقيه بتاع فيتا كلوب اسمه تادي ايتيكاما مواليد 90، وجاب لي تحصلت منه على نسخه من الباسبور الرواندي مواليد 86 باسم دادي اوبيري. و طيب التليفون قطع ولا لسه مستمر معانا استاذ محمد السنوسي؟ طيب هو محمد السنوسي ده وكيل لاعبين من ليبيا، وهو اللي اكتشف قصه التزوير بالنسبه للاعب الرواندي اللي بيلعب في فيتا كلاب اللي هو ايدي كاياما، تاجي ايدي كاياما. هنحاول نكلمه تاني عشان برضو نعرف، هو انا عرفت ان هو كلم المسؤولين في نادي الزمالك وقال لهم على الموضوع ده، وبالتالي المسؤولين في نادي الزمالك بداوا يتحركوا عشان لو في وقع التزوير يقدروا يستفيدوا بيها لصالح نادي الزمالك. طيب عقبال ما يجي لنا تاني محمد السنوسي، فاكر كنت بحكي لكم قصه مؤمن زكريا، وكده مؤمن موجود في القايمه اللي هي البديله او القايمه الاحتياطيه بتاعه اللعيبه المعارين، فكده مؤمن زكريا على قوه نادي انبي، وبعد ما يخلص الاعاره بتاعته مع نادي الزمالك هيرجع تاني نادي انبي، ونادي انبي هو اللي هيتصرف في مؤمن زكريا، سواء بقى يأيده في القايمه ويستمر كلاعب في نادي انبي او ينتقل الى نادي اخر حسب رغبه مؤمن زكريا والعروض اللي هتيجي لنادي انبي. طب نرجع تاني للاستاذ محمد السنوسي وكيل اللاعبين. استاذ محمد اتفضل. تمام،
معاك يا كابتن. طبعا الكلام ده حصل، تحصلت على اوراق من خلال لاعب رواندي بعت لي كل المعلومات، نسخه من الباسبور الرواندي بمواليد 86 باسم مختلف دادي اوبيري، وتحصلت على نسخه من خلال اللعيب كان باعتها لي، دادي اللعيب نفسه كان باعتها لي من خلال باسبوره الكونغولي اللي هو مواليد 90 باسم تيدي تادي ايتيكاما. ايوه. بناء عليه هنا المتضرر اكتشفت تزوير السم، بناء عليه اتصلت بالاطراف الثلاثه المتضررين اللي انا بحكم علاقاتي بيهم اللي هو الاتحاد الليبي، نادي الزمالك، نادي الهلال السوداني. كلمت امتى الزمالك بقى يا استاذ محمد؟ كلمت الزمالك امتى؟ اتفضل. كلمت الزمالك 25 يونيو 6. يا ده من كان وقتها كابتن احمد سليمان، وبعت له لكل الاشياء المعلومات، وقلت له يا كابتن، قال لي هنشكل، انا راجع الخميس من دبي وهنشكل لجنه يعني انت مبلغ نادي الزمالك بالواقعه دي؟ مبلغ نادي الزمالك بالواقعه دي من 25/6 اللي فاتوا؟ 25/6 وقلت لهم حقكم مضمون، والكلام ده عارفه الكابتن احمد سليمان حتى لحد امبارح معاه في مكالمه، وقال لي نخلي الكابتن احد يكلمك وكده، قلت له طب ليه التاخير وكده، ده اللي حصل. بناء عليه اتصلت بنادي الهلال ايضا وبعت له الورق برضه 25/6 عشان هم متضررين، لان اللاعب احرز عليهم هدف كمان في المباراه الذهاب يعني ايوه دوري الابطال. وبناء عليه اتصلت في نفس الوقت برئيس اتحاد الكوره شخص محترم الكابتن انور الطشاني، وقام على 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 تصريحاته انه قام بعمل شكوى لدى الاتحاد الافريقي، وانا فوجئت امبارح لما اتصلي بالكابتن احمد سليمان انه اعتقد ما عملوش شكوى، اعتقد بالامر ده يعني، ده اللي انا فوجئت. الزمالك ما عملش شكوى لسه؟ انا لحد امبارح اتصلي بالكابتن احمد سليمان انا فوجئت، قلت له انت مش كنت قلت لي في 25/6 انكم هتشكلوا لجنه؟ ده حقكم، وحقكم تاخدوا لان هنا المتضرر يا كابتن كريم مش رواندا، رواندا اوريدي اللعيب مسجل من زمان وبيلعب عندها ب 86. طيب سؤال بقى، العقوبه المتوقعه التغيير عند فيتا كلوب؟ انا فاهم، العقوبه المتوقعه ايه؟ يعني الاتحاد الافريقي هل هيشطب نتائج فيتا كلوب كلها، ولا نتائج مثلا الماتشات اللي الولد لعب فيها، ولا ايه بالظبط؟ لا هو انا ما اقدرش اقدر يعني من خلال اللائحه، انت عندك معلومه باللائحه ولا يعني مجرد تكهنات وتوقعات؟ تكهنات، هي القانون الماده 29 اعتقد من لائحه القانون الاساسي للاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي، انها بتقول انه اللاعب اللي يثبت حاله تزوير يتخصم نقاط او نتائج الفريق اللي هو ثبت عنده حاله التزوير. النتائج كلها عند فيتا كلوب، النتائج كلها، النتائج كلها، المهم اقصائه واقصاء الفريق والمتعصب على نقاط بعضه في خلال المنافسات هو اللي ده المتابع يعني غالبا يعني، لكن ما اقدرش اجزم بشيء معين. طيب احنا هنحاول نجيب ايقاف اللاعب فقط يعني. طيب تمام، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد السنوسي. هنجيب يعني نحاول نجيب حد من الاتحاد الافريقي، يا ريت يكون الكابتن شطه، عشان نتاكد من اللائحه ومن العقوبه اللي ممكن يكون في عقوبه وممكن ما يكونش في عقوبه، ممكن زي ما انا قلت في الاول العقوبه تبقى على منتخب رواندا. الاستاذ محمد السنوسي بيقول لي لا، العقوبه هتبقى على نادي فيتا كلوب، ان الولد بيلعب مع منتخب رواندا من زمان بباسبور اخر، باسبور القديم بتاعه، الباسبور الجديد هو اللي خلاه ينتقل الى فيتا كلوب من بلجيكا، كان في بلجيكا وانتقل الى فيتا كلوب. فانا عايزين نعرف القصة ماشية ازاي. الاستاذ محمد السنوسي بيقول لي لو في عقوبة هتبقى على فيتا كلوب هيتم الغاء نتائج الماتشات كلها بتاعت فيتا كلوب، يعني نتائجها في البطولة كلها، وبالتالي كده الزمالك هيستفيد ان هو هياخد 6 نقاط اللي هو خسرهم من فيتا كلوب، والهلال السوداني هياخد 4 نقاط، يعني كده الزمالك يبقى 10 وفيتا كلوب والهلال يبقى 8، يعني الزمالك لو تعادل الماتش الجاي مع الهلال السوداني في السودان الزمالك يصعد. هنشوف بصراحه، عشان مش عايزين نسبق الاحداث غير لما نتاكد من مسؤول في الاتحاد الافريقي عشان نبقى عارفين بنقول ايه بالظبط، لكن احنا ناقشنا الموضوع من جميع الزوايا. كابتن حسام حسن بيوافق على انضمام محمد كوفي لاعب نادي الزمالك لمعسكر منتخب بوركينا فاسو، وانا كنت قلت لكم الخبر ده من فتره لما جه استدعى لموسى ايدان عشان يسافر لمنتخب بوركينا. انتوا عارفين منتخب بوركينا زي منتخب مصر، هيلعب يوم 5/9 ويلعب يوم 10/9 في التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا. ساعتها قلت لكم برضه هيحصل نفس الموقف مع محمد كوفي، ان محمد كوفي لاعب اساسي في منتخب بوركينا. كابتن حسام حسن طبعا وافق وهو ما يقدرش
يرفض ان هو دي استدعاء مباراه دوليه رسميه في التصفيات، ولكن كابتن حسام حسن نبه على محمد كوفي بعد ما يخلص ماتشاته مع منتخب بوركينا يوم 10/9 يرجع الى نادي الزمالك مباشره عشان ما يبقاش في عقوبه على محمد كوفي. طيب الزمالك يطلب تأمين النادي غدا خوفا من اقتحام الوايت نايتس، وانا عارف يعني برضو انا عايز اقول حاجة، انا عارف ان الوايت نايتس مش هيقتحموا نادي الزمالك، مش هيعملوا مشكلة، هيبقى مجرد وقفة للتعبير عن رفضهم لقضية معينة. يعني اللي اتقال، اللي انا عرفته او اللي اتقال، ان هم يعني عايزين يرجعوا تاني لمدرجات، لكن في الباطن، في باطن الامور، الوقفة دي عشان يبينوا قوة الوايت نايتس ضد المستشار مرتضى منصور. يعني الوقفة الهدف منها المعلن ان هم الوايت نايتس عايزين يرجعوا الماتشات تاني ويرجعوا المدرجات ويحضروا الماتشات الفريق الرسمية سواء في الدوري او في افريقيا او كذا، ولكن الغير معلن والوقفة دي لإظهار قوة الوايت نايتس ضد مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. اتمنى من شبابنا ورجالتنا، هقول اهو شبابنا ورجالتنا، مش عايزين مشاكل بكره، مش اقفوا عبروا عن كذا وكذا وكذا، لكن مش عايزين اي حاجه خارجه، ما تعطلوش الطرق، ما تعطلوش المرور، ما تعملوش اي حاجه يعاقب عليها القانون، اقف عبر ان انت زعلان من حاجه، عايز توصل قضيه معينه، ولكن اتمنى بدون اي مشاكل، بدون اي شغب، بدون اي خروج عن القانون او حاجه تسيء ليكوا حتى انتوا كجماهير لنادي الزمالك. ده طلب مني، واتمنى ان هو يكون مفيش مشكله بكره، وما اسمعش ان في حد اتعور، وما اسمعش ان في حاجه اتكسرت، وما اسمعش كذا وكذا. ان هي في الاخر يا جماعه بتثبت الفكره ان في بعض الناس جواكم بيعملوا شغب، فاتمنى ان الامور تعدي بشكل هادي ومحترم. وانا شايف كمان ما تزعلوش مني ان مفيش حاجه الى وقفه، يعني مفيش حاجه امر يستدعي ان انتوا تعملوا وقفه عشان حاجه معينه، بالعكس انتوا يعني زيكم زي بقيه الجماهير، زي بقيه الجماهير الاخرى. لما الدوري يبقى فيه جماهير، الجماهير هترجع للاهلي وللزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد وكل حاجه، لكن يعني مش عايز اطول في القصه دي، اتمنى ما يبقاش في مشاكل. الزمالك هيستعد للهلال السوداني بمباراه وديه يوم الاثنين بعد بكره، والزمالك كان لعب مباراه وديه امبارح مع نادي الشرق التامين وكسب 4-0. معانا اهداف المباراه من موقع الزمالك اس سي، وكان برضو في موقع تاني زمالك دوت تي في، واخبار الزمالك، كل المواقع الزملكاويه وزمالك فانز وكله بيتابع ماتشات الزمالك. الهدف الاول كان من تسديده قويه، معلش هتهالي تاني يا عبد الظاهر كده من الاول، معلش. الهدف الاول ده رضا العزب الظهير الايمن، قنبله، انتوا عارفين رضا من اللعيبه اللي رجليها جامدة جدا، ضربة حرة غير مباشرة من خارج منطقة الجزاء، رضا حطها مباشرة في المرمى من فوق الحيطة، هدف جميل لرضا العزب. الهدف الثاني كان من ضربة جزاء لأحمد عيد عبد الملك. خلي بالكم الأربع أهداف لصفقات جديدة لنادي الزمالك، رضا العزب باك رايت، أحمد عيد عبد الملك وعودة إلى نادي الزمالك من ضربة جزاء، وبعدين الهدف الثالث بصوا أيمن حفني بيعدي أهو وبيرقص لعيبة الشرق التأمين وبيعمل كرة عرضية لباسم مرسي، باسم بيحطها بقوه في المرمى بدماغه، الهدف الثالث. وبعدين الهدف الرابع من محمد عبد الشافي، كره عرضيه لخالد قمر بيحط الهدف الرابع لنادي الزمالك، والزمالك بيفوز في مباراه وديه 4-0. دي بعض الفرص لنادي الزمالك برده في المباراه. بشكر طبعا المواقع اللي يعني بتنقل الماتشات حتى لو بكاميرا مش زي كاميرا التلفزيون طبعا، ولكن بتجيب لنا برضو الاحداث اللي حصلت والاهداف والفرص والحاجات دي، برضو بتخلي الجماهير تتبسط اللي هم يشوفوا الحاجات دي ويطمنوا على فريق نادي الزمالك. دي كرة في العارضة، دي طبعا فرص طايعة كتير من نادي الزمالك. الزمالك بدأ المباراة بأحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جابر وصلاح سليمان وصالح موسى وابراهيم صلاح ومحمد شعبان وحازم امام وايمن حفني واحمد عيد عبد الملك ورضا العزب وباسم مرسي، دول اللي بداوا ال11 اللي بداوا المباراه. وبعدين في الشوط الثاني نزل محمد ابو جبل وحماده طلبه ومحمد عبد الشافي ومحمد كوفي وخالد قمر واحمد علي واحمد توفيق ومؤمن زكريا واسلام عوض. ده تدريب الاول بقى لمعروف يوسف لاعب نادي الزمالك. عبد الله الصاوي عامل غرفه الملابس قافل الكاميرا، وده كابتن ميشو، كابتن محمد السيد المسؤول عن العلاج الطبيعي والتدليك في نادي الزمالك. كان اعتذر في بداية الموسم ولكن تراجع بعد عودة الكابتن حسام حسن،
وهو الناس طلبوه يرجع تاني. ده معروف يوسف بقى بيعمل تدريبات يعني نقدر نقول تأهيلية، يعني اللي هو بيأهل نفسه عشان كان بقاله فترة في نيجيريا في بلده مش جاهز طبعا، قاعد مريح، فبيرجع مش هيقدر ينزل مع الفرقة تدريبات سريعة كده عشان ما يتعورش، لازم يخش شوية يعمل شوية حاجات فردية مع بعض اللاعبين المصابين. وده محمد كوفي بقى بيتكلم مع معروف يوسف. كده الزمالك عندهم اتنين أجانب، معروف يوسف نيجيري ومحمد كوفي بوركيني، في انتظار بقى الصفقة التالتة. كلام على عبد الله السيسي زي ما قلت لكم الفترة اللي فاتت، ده كابتن طارق سليمان هيعمل بقى زي ما قلت لكم المعروف بعض التدريبات كده تخليه يجهز شوية وبعدين يبدأ يخش مع الفرقة عشان ما يتعورش، اللي هو كان في راحة سلبية وهيرجع تاني. كان آخر حاجة اشترك فيها معروف مع نادي الشرطة في بطولة الدوري والكاس. طيب ده بالنسبة لمباراة مصر التأمين ومباراة معروف يوسف. كابتن حسام حسن هينقل تدريبات نادي الزمالك بكرة لملعب الدفاع الجوي عشان موضوع الوايت نايتس والكلام، لكن التدريب بكرة بتاع نادي الزمالك هيبقى في الدفاع الجوي. وبرضه بنسبة كبيرة الزمالك زي ما قلت لكم هيعمل معسكر خارجي وبيتفق مع المسؤولين في شركة بريزنتيشن راعي نادي الزمالك ان هم يعملوا معسكر أوروبي، وأقرب دولة تستضيف معسكر الزمالك في النمسا، يعني احتمال بشكل كبير، هو مش بشكل نهائي لسه ما اتفقوش على النمسا، ولكن الاقرب ان الزمالك يعسكر في النمسا يوم الاحد اللي جاي. المستشار مرتضى منصور اللي هو بكره يعني بيقول ان اسلام جمال خلاص لاعب طلائع الجيش، الزمالك هيضمه مقابل فلوس ويليام جيبور، الفلوس اللي كان دفعها الزمالك لويليام جيبور. لعيبه الزمالك بتوسط الكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة لصرف جزء من المستحقات المتاخره او المستحقات القديمه. دي اخبار من نادي الزمالك. اللي هيحكم مباراه الهلال السوداني والزمالك في السودان يوم الجمعه القادمه ان شاء الله يوم 22 طاقم تحكيم من مدغشقر بقياده حماده الموسى، ومعاه فيليو مانا مساعد اول، ووجان تيري مساعد ثاني، وايدر او ايدير حكم رابع، والحكم المراقب من اريتريا توش كويش هو اللي هيراقب المباراة، وفي منسق للقاء من رواندا اسمه كاليس جوليس، يعني طاقم تحكيم من مدغشقر والمراقب من اريتريا ومنسق المباراة من رواندا. والطيران بالنسبة لنادي الزمالك ان شاء الله الساعة 7:30 يوم الاربع القادم، 7:30 الصبح يوم الاربع الزمالك هيتوجه الى السودان. مباراة الزمالك والهلال هتكون الساعة 9 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة والساعة 8 بتوقيت السودان. الزمالك هيسافر 7:30 صباحا يوم الأربع إلى السودان، رحلة حوالي 2:30 3 ساعات إلى السودان، ومباراة الزمالك والهلال يوم الجمعة القادمة إن شاء الله الساعة 9 مساء. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وزي ما أنتم عارفين مباراة تحصيل حاصل، ولكن أعتقد الكلام اللي بيتقال على اللاعب بتاع فيتا كلاب ده هيخلي المباراة سخنة جدا. الفرقتين هيلعبوا على المكسب على أساس إن لو حصل حاجة وفي عقوبة لفيتا كلاب الزمالك أو الهلال يستفيد من نتيجة المباراة بتاعت يوم الجمعة دي وممكن فرقة منهم تخش، ولكن أنا شايف إن الاحتمال ضعيف جدا، لكن هنشوف إيه اللي هيحصل وهنشوف. الاتحاد الأفريقي دايما بيفاجئنا. تعالوا نروح للنادي الأهلي، وعندنا برضو يعني كنا انفردنا يوم الخميس اللي فات في برنامجنا كرة كل يوم، وكنت أنا طلعت في فقرة الأخبار قلت لكم إن ممدوح عيد وكيل اللاعبين في ألمانيا بيتفاوض مع المسؤولين في نادي أم صلال القطري ان الفريق ام صلال عامل معسكر هناك في المانيا، فممدوح عيد راح في السر واتفق مع المسؤولين في ام صلال القطري، وفعلا يعني المفاوضات خلاص نجحت، واحمد فتحي هيسافر بكره الى قطر هيعمل الكشف الطبي وهيوقع ويتعاقد مع نادي ام صلال مقابل مليون دولار في الموسم، هيتعاقد لمده موسمين، الموسم الاول مليون دولار، الموسم الثاني مليون دولار، يعني 2 مليون دولار حوالي 15 مليون جنيه مصري في موسمين، حاجه رائعه طبعا لاحمد فتحي. وخلي بالكم يا جماعه معلش برضو ما يزعلوش مني جمهور النادي الاهلي او الناس اللي زعلانه يقول لك احمد فتحي مش هيجدد في الاهلي، مفيش بني ادم عاقل او لعيب كره عاقل يرفض العرض ده، 2 مليون دولار يعني ما شاء الله الله اكبر، مش عايزين نحسده، لكن الاسعار خلي بالكم في لعيبه بتروح قطر باكتر من كده، يعني راؤول جونزاليس ده واخد له 5 6 مليون يورو اللي هو كان لاعب ريال مدريد وبيلعب كان بيلعب في نادي السد القطري. ف يعني انا 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 لو بلعب في البرازيل وجالي المبلغ ده من في موسم مليون دولار يعني 7 مليون ونص
في موسم جنيه مصري والموسم اللي بعده نفس القصه، لا انا اروح امن ولادي واروح العب هناك واستفيد، خصوصا ان احمد فتحي 30 سنه، فالعقد ده من الناحيه الماليه مغري جدا. فانا عايزكم برضو تحطوا نفسكم، مش عايز التعصب بتاع الجماهير، يعني هيقول لك ان احمد فتحي ساب الاهلي وما ضحاش عشان الاهلي، لا، في حاجات ما ينفعش تضحي عشانها. يعني 15 مليون جنيه في سنتين، يعني عايزين ايه؟ ومليون دولار كاش وهو بيوقع، فهو بني ادم وعنده ولاد وعنده كذا، وخلاص ممكن يحصل له اصابه، عنده 30 سنه، ما تضمنش الظروف في كره القدم، لا اروح اامن نفسي طبعا والعب موسمين. وهو خلي بالكم احمد فتحي ما قصرش مع النادي الاهلي، ليس دفاعا عن احمد فتحي، ولكن احمد فتحي ما قصرش مع النادي الاهلي، قاتل، وكان زي ما قلت لكم قلب الاسد ورجوله وتضحيه، وكفايه ان هو راجل بقاله 6-7 سنين مستواه ثابت. انا ما شفتش لعيب في الكره المصريه او في الكره العالميه حتى على مدار 10-12 سنة مع المنتخب و6-7 سنين مع النادي الاهلي مستوى ثابت، ما تاثرش ما شاء الله احمد فتحي في اي حته بيلعب، في اي مركز بيلعب. مش بقول الكلام ده اللي انا يعني بجامل احمد فتحي او بدافع عنه او كذا، لا، انا عايز كنتوا كبني ادمين ك يعني بشر، لما حد بيجي له عرض قوي بالطريقه دي، وبعدين عرض ايه يعني؟ مش هو مش هيروح بقى مثلا حاجه مش كويسه ولا لا، هيلعب في كوره وهيلعب في الدوري القطري، مع اختلافنا في النواحي السياسيه، احنا بنتكلم في الكوره دلوقتي وفي الرياضه، لا، هيامن مستقبله وهيلعب كوره وهيبقى مطمن نفسيا. ممكن شويه جماهير نادي الاهلي تزعل الكلام ده، لكن لازم هم يقدروا برضو ان احمد فتحي زي ما قلت لكم ضحى قبل كده، ومستواه ما شاء الله مع النادي الاهلي جاب بطولات، ما قصرش في فتره من الفترات مع منتخب مصر بنفس القصه. فلما نشوف لحد مصري ولعيب جاي له عرض كويس وعرض مالي كويس يامن نفسه ويستقر نفسيا وكذا وكذا وكذا، لا، احنا نتبسط له ونفرح له ونشجعه ونقف وراه. واكيد احمد فتحي بعد ما يخلص عقده مع ام صلال، سواء بعد السنه الاولى او السنه الثانيه، لو النادي الاهلي محتاج احمد فتحي، احمد فتحي هيرجع النادي الاهلي. ده يعني كلام مفروغ منه، وده من بق احمد فتحي ان هو مش هيلعب في مصر غير للنادي الاهلي. فاتمنى ان ما يبقاش فيه هجوم، ما يبقاش فيه تعصب من جماهير الاهلي او بعض المسؤولين ضد احمد فتحي، ولكن اي حد بيفكر وعاقل وجاله عرض زي ده عمره ما هيرفضه، عمره ما هيرفضه. فهو مسافر بكره زي ما عرفت، يعني مسافر بكره. انا عرفت كمان من مسؤولين داخل النادي القطري، يعني كلمنا حد النهارده من المسؤولين في النادي القطري، وحد مصري يعني شغال في المنظومة الإعلامية لنادي أم صلال، الأستاذ سيد حسن، وهو يعني مسؤول إعلامي في نادي أم صلال، قال لي إن أحمد فتحي بكرة مسافر قطر وهيعمل الكشف الطبي، ويوم الاثنين نادي أم صلال هيظهر أحمد فتحي ويعلن التعاقد معاه من خلال مؤتمر صحفي، وإن مفاوضات ممدوح عيد مع المسؤولين في أم صلال في ألمانيا نجحت، وإن كمان المدير الفني التركي بتاع ام صلال سعيد جدا بانضمام احمد فتحي، وانضمام احمد فتحي هيكون عن هيمشوا لعيب مغربي اسمه عثمان العساس بيلعب هاف ديفندر، وهيضمه او هيحطه مكانه احمد فتحي، هيكون هاف ديفندر في نادي ام صلال القطري مقابل مليون دولار في الموسم. مبروك لاحمد ونتمنى له التوفيق. الناحيه الثانيه بقى، النادي الاهلي بخلاص، يعني كان برضو اسلام صادق رئيس تحرير برنامجنا في فقرته يوم الخميس مع الاستاذ احمد الخضري ومعايا في كوره كل يوم، كان انفرض ان شريف حازم خلاص هيوقع للنادي الاهلي. فعلا شريف حازم يعني خلاص قريب جدا من الانضمام للنادي الاهلي، بيقول خلال ساعات هيوقع، ولان النادي الاهلي انهى اتفاقه مع شريف حازم لمده 4 سنوات، اتفقوا على ان شريف حازم هيلعب في النادي الاهلي لمده 4 سنوات، وكان هو رايح من نادي سموحة لنادي سويدي كده كوبري، ورجع تاني الى النادي الاهلي، او رجع مصر الى النادي الاهلي. طيب، يعني هقول لكم حاجات كده بتحصل داخل فريق الكرة في النادي الاهلي. في استياء من بعض اللعيبة بسبب نجاريدو ناشف شوية معاهم، يعني ناشف شوية معاهم، مع سعد سمير، مع عمرو جمال، ومع حسام عاشور. دخل في حسام عاشور جامد وقال له يعني انت لعيب نص ملعب، مفروض تروح تشوط على الجون، ما تلعبش خالص على الجون. قال له انا اول مره اشوف في حياتي لعيب نص ملعب ما بيروحش للجون او ما بيشوطش على الجون او على المرمى يعني. ففي بعض اللعيبه متضايقه شويه من جريده ومن اسلوبه، كان دخل برده في عمرو جمال، واحنا كنا الاسبوع اللي فات قلت لكم عمرو جمال الراجل مش مبسوط منه برده بعد خناقه او مشاده سعد سمير مع حسام غالي. جريدو ما كلمش حسام غالي، اتكلم مع سعد سمير. ففي بعض اللعيبه شايفه ان في حساسيه شويه في التعامل، او الراجل ناشف معاهم زياده عن اللزوم. ولكن زي ما قلت لكم يا جماعه، دايما في اي فريق لما بيجي مدير فني جديد بيحصل بعض المشاكل لغايه ما يحصل تجانس،
في العلاقات الإنسانية ما بين اللعيبة والمدرب، لغاية ما يشوفوا اللعيبة المدرب ده صفاته إيه، شخصيته عاملة إزاي، بيتفهم إزاي. فالحاجات دي بتاخد وقت وبيحصل يعني تصادم كتير في البداية، وبعدين الأمور بتستقر. ولكن لو النتائج ما استقرتش مع النادي الأهلي ممكن يحصل مشاكل أكبر من كده في الفترة القادمة. جريده برضو مش عاجبه أحمد خيري، بيقول إن هو يعني مش مستواه مش عالي، وفي كلام كده ان احمد خيري ممكن يعني النادي الاهلي يستغنى عنه في فترة يناير القادمة، لكن لسه ما فيش حاجة رسمي. برضو جريده مخنوق من قصة اصابات المتكررة لشريف عبد الفضيل، وشريف عبد الفضيل لسه عنده اصابة في عضلة السمانة ومطولة جدا مع شريف عبد الفضيل، بقالها فترة كبيرة جدا. طيب النجم الساحلي طالب الكاف باجراءات امنيه مشدده على بعثته في القاهره. انا شايف يعني مسؤولين في نادي النجم الساحلي ما يسخنوش الدنيا، القاهره امان ومصر كلها امان ما شاء الله الفتره اللي فاتت. لسه النادي الاهلي بيدور على ملعب عشان يلعب عليه مباراه النجم الساحلي، استاد القاهره الدفاع الجوي، بيحاولوا يجيبوا الموافقه الامنيه من وزاره الداخليه. لجنه الكره في النادي الاهلي رفضت طلب محمد ناجي جده ان هو يسافر المانيا بمفرده للعرض على الخبير الالماني بيتر شيفر هوف اللي عمل له عمليه جراحه الرباط الصليبي، وبيقول ان يعني لازم جده يستنى عشان يسافر مع الدكتور ايهاب علي، عشان الدكتور ايهاب علي يتعامل مع الطبيب الالماني، وان جده ما يسافرش لوحده. يعني النادي الاهلي ما رفضش ان جده يسافر، بس قال لك لا ما تسافرش لوحدك، استنى سافر مع الدكتور ايهاب علي عشان الدكتور ايهاب علي يعني يعرف حالتك من خلال الطبيب الالماني ويبقى متابع معاه. النادي الاهلي برضه لجنه الكوره قررت تقليص عدد الافراد الجهاز الطبي، احنا قلنا برضه الخبر ده الاسبوع اللي فاتت، وبرضه مشيت الكابتن طارق عبد العزيز اللي هو المسؤول اخصائي التاهيل، ومشيت الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، وعبد المجيد البرادعي الاداري، وده اللي احنا انفردنا بيه الاسبوع اللي فات. وبيقول برضو ان دكتور طارق عبد العزيز يعني هيبقى في تضارب ما بينه وما بين الراجل الاسباني اللي هو خيرخو سيمو اللي هو جريده جايبه، فهيبقى في تضارب، فما مشهمش يعني نزلهم لفريق العشرين سنة. وعبد المجيد البرادعي اللي هو الاداري نزل لقطاع الناشئين. برضو النادي الاهلي رفض طلب الامن باقامة مباراة النجم الساحلي خارج القاهرة، الاهلي عايز يلعب جوه القاهرة وده حقه بصراحة، مباراة ممكن تقام بدون جماهير ولكن تبقى داخل القاهرة. الأهلي بعت تذاكر الطيران لطاقم تحكيم مباراة النجم الساحلي، والطاقم المكلف بتحكيم المباراة هو بقيادة الحكم المالي كومان كولوبالي. الاتحاد التونسي أجل مباراة للنجم الساحلي في الدوري هناك مع الملعب القبصي بسبب مباراة الأهلي عشان ما يبقاش في ضغط على النجم الساحلي قبل مباراة الأهلي. بص هناك يا جماعة الناس بتساعد في الاتحاد التونسي، فأجلوا مباراة للنجم الساحلي عشان نيجي للنادي الأهلي فايق بدون إصابات بدون إرهاق. طيب برضو كنا انفرضنا من يومين بالظبط يوم الخميس أو يوم الأربع اللي فات بأن كابتن أنور سلامة هيتولى تدريب نادي طلائع الجيش. فعلا بكره ان شاء الله كابتن انور سلامه هيتسلم مهمته الجديده وهي تدريب نادي طلائع الجيش، وتم الاستغناء عن الراجل الالماني اللي هو جيرار ده اللي كان ماسك نادي طلائع الجيش، مش مقنع، ما فيش هيبه، اللعيبه حتى بتشتكي منه، الراجل خفيف. فاستجابت اداره طلائع الجيش وقررت اقاله المدير الفني الالماني وتعيين الكابتن انور سلامه كمدير فني نادي طلائع الجيش. وزي ما عرفت من بعض اللاعبين في طلائع الجيش ان بكره هيتم تعيين او هيتم تسلم الكابتن انور سلامه مهمه تدريب نادي طلائع الجيش. اخبار كتير قوي النهارده ما شاء الله. يعني نطلع فاصل اريح شويه ونرجع تاني بعد الفاصل. هذا البرنامج